الجهود المتضافرة اللي يقوم فيها مجلس التنمية الاقتصادية وتمكين وزارة العمل لجذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين. تجد اليوم بأن شركة طلبات تنقل مركزها الرئيسي الإقليمي إلى البحرين، وهذا في كثير من الوظائف الإدارية والوظائف التقنية، وظائف الاتصال، مهندسين، كثير من الحقيقة. هذا المركز راح يستوعب مئات الوظائف للبحرينيين خلال أشهر وخلال السنتين القادمتين، قد تصل إلى 1000 وظيفة. ومركز إقليمي للشرق الأوسط في إدارة شركة طلبات اللي هي يعني التجارة السريعة المتطورة. فالحقيقة سعداء جدا بأن نشهد إن شاء الله اليوم وفي المستقبل القريب دائما الإعلان عن مزيد من الشركات التي تختار البحرين مقرا لها. احنا مجتمعين اليوم حق هذه الفرصة الجميلة اللي مدعومة من قبل تمكين EDB ووزير العمل لدعم المواطن البحريني، لدعم الوظائف البحرينية، وإن شاء الله راح نطلع بألف وظيفة بحرينية. هذا الشيء طبعا يضيف الدولة ويطور من خدمة العملاء، والطلبات دائما تسعى لتطوير خدمة العملاء، تطوير خدمة التوصيل. احنا طبعا في طلبات البحرين نؤمن بالقدرة البحرينية، قدرات الشعب البحريني، الفريق الإداري 100% بحريني، وعندنا نسبة البحرينية عالية جدا، وهذا الشيء راح طبعا يطور من الخدمة وراح يزيد من الموظفين ويزيد من نسبة البحرينية، لان احنا في النهاية نؤمن في هذه القدرات، وشعب البحريني طبعا شيء تقدر تثق فيه. الحمد لله احنا طلبات كشركة إقليمية يعني موجودين في 9 دول، بس الحمد لله البحرين كانت من أزيد الدول اللي راوت يعني تطوير جدا عالي ونمو مطرد، وشعب البحرين يعني كسبنا ثقته في التطبيق، ومن خلال ذلك يعني شافوا الإدارة في شركة الأم حتى Delivery Hero أن هذه الدولة ممكن احنا نستثمر فيها، لأن قوتها هي في القوى البشرية اللي موجودة فيها. وإن شاء الله مع إطلاق هذا الكول سنتر والشير سيرفيس وغيره راح نثبت ذلك. Today marks the 10th anniversary of Talabat in Bahrain. It's been a fantastic period for us. We couldn't find anything better. I think through the pandemic, Talabat was really a lifeline for many restaurant partners that were seeing their, you know, dining business shut down. And now the dining is back in full force. I think everybody is benefiting from, you know, both the dining business and the food delivery growth, right? So we decided to open this shared service center in Bahrain that will provide 1,000 job opportunities for young Bahraini. Because this country really created a thriving environment for companies like us, and also through you know, the Bahrain Economic Development Board and Tankin, like they really helped in making sure that this could happen. So we're excited to announce this today. This will be one of the largest shared service centers in the region.